من الحدود السورية التركية مع جلال الحمد مدير منظمة العدالة من أجل الحياة. نبدأ معك سيد جلال بأي تطورات ممكن أن نعرفها من حضرتك؟ نعم، مساء الخير. المعارك ما زالت على أشدها في مداخل مدينة دير الزور، خصوصا المدخل الجنوبي، في محاولة من قوات النظام للدخول إلى المدينة وفك الحصار عنها. المعارك الآن بالقرب من اللواء 137 بين قوات النظام والميليشيات التابعة لها وقوات العشائر التي شكلتها قوات النظام، ومن جهة ومن جهة أخرى أيضا قوات تنظيم داعش. أيضا من الجهة الغربية لمدينة دير الزور هناك أيضا محاولات للتقدم من قبل قوات النظام. غالبا المعارك سوف تنتهي بفك الحصار خلال الساعات القادمة أو غدا نتيجة التغطية الجوية الكثيفة من قبل قوات النظام ومن قبل حليفه الروسي لهذه المعارك. طيب، هل ممكن أن نلقي الضوء أيضا على الوضع الإنساني في ظل هذه المعارك؟ الحقيقة أن الوضع الإنساني هناك حالة ترقب يعيشها المدنيون نتيجة المعارك الضارية التي لم تتوقف منذ أمس بالقرب من الأحياء المحاصرة. طبعا ما زالت هذه الأحياء تعيش حالة إنسانية صعبة نتيجة قلة المواد الغذائية والدوائية، ولكن الحقيقة أن الكثير من المدنيين المحاصرين يتأملون إذا تمكنت قوات النظام من فتح هذا الطريق أن تسهل عمليات خروج المرضى ودخول كميات أكبر من المواد الغذائية والدوائية، ولكن الطريق المؤدي إلى دير الزور والذي يشهد المعارك الآن حقيقة مليء بالألغام، ولا نستطيع أن نقول أنه مؤمن وأن كميات كبيرة من الأغذية قد تدخل إلى المدينة في الأيام القادمة نتيجة الألغام الكثيفة على هذا الطريق. بالمعارك يؤخذ بعين الاعتبار اليوم سيد جلال من ضمن يعني من خلال ما تتحدث معهم موضوع وصول داعش، مسلحي داعش ألاتهم للحدود السورية اللبنانية؟ الحقيقة ما زالت القوافل المتجهة باتجاه الحدود السورية العراقية باتجاه مدينة المكمل لم تصل حتى الآن. هناك إعاقة لهذه في قافلة وصلت أعتقد. لم يصل كل المقاتلين صحيح إلى سوريا العراقية أو إلى مدينة البوكمال حتى هذه اللحظة. يعني كتحضيرات مفروض أعلن بأنه طائرات التحالف هي تحول دون وصول القوافل. نعم، تعرقل هذا الموضوع. صحيح وصلت قافلة، بكل حالات تحضيرات تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع؟ نعم، قد تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. بكل الأحوال هناك على ما يبدو الاتفاق الأساس بتجميع قوات أو عناصر تنظيم داعش كل مناطق يخرجون منها في دير الزور للقضاء عليهم في محافظة دير الزور. الأخطر فيما يحدث أنه لا يوجد حساب لأرواح المدنيين والمخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون في مثل هذه المعارك مستقبلا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا سيد جلال حمد مدير منظمة العدالة من أجل الحياة، كنت معنا من الحدود السورية التركية.